راجع فيديوهاتك على تيك توك، ربما تجد موسيقاها قد أزيلت. في الأول من فبراير الجاري أعلنت شركة الموسيقى العالمية Universal Music Group حذف الأصوات يلي بتمتلك حقوقها من أكثر من 100 مليون فيديو على منصة الفيديوهات القصيرة. الشركة يلي بتمثل فنانين عالميين مثل تايلور سويفت وبيلي آيليش وأريانا غراندي فشلت في التوصل لاتفاق مع الشركة الأم للمنصة باي دانس بشأن العائدات، واتهمت تيك توك اللي بتحقق ما يقرب من 20 مليار دولار إيرادات بمحاولة بناء عمل تجاري قائم على الموسيقى من غير دفع قيمة عادلة للفنانين. تيك توك من جهتها اقترحت الدفع للفنانين وكتاب الأغاني لدى UMG بمعدل بيمثل جزء صغير من المعدل يلي بتدفعه منصات التواصل الاجتماعي الكبرى في نفس الحالة، بس UMG أكدت أنه إيرادات تيك توك ما بتمثل أكثر من 1% بس من إيراداتها. فهل راجعت فيديوهاتك لترى ماذا حدث لها؟ للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today.